لا يزال الملف الأمني هو المتصدر للمشهد في حضرموت طالما والمخاطر لا تزال حاضرة. فقد كشف محافظ حضرموت اللواء الركن أحمد بن بريك عن ضبط خلية مسؤولة عن تنفيذ بعض التفجيرات واعتقال أفرادها في منطقة بويش شرق المكلا. طبعا بلغوني أنه في تفجيرين حصل قريب من نقطة بويش في الوادي. قلنا في فين المشتبهين؟ قالوا نحن نبحث عنه. قلنا له ما تناموا إلا لما تجيبوه. ما عاد أصبحنا الساعة 5 الفجر إلا بلغوني تم إلقاء على خلية، تم اقتحام موقع ومتابعة السيارة والمشتبهين. ومع استمرار المواجهات العسكرية بين الحين والآخر مع عناصر تنظيم القاعدة في الأطراف الشمالية والغربية للمكلا وحديث المحافظ عن ارتفاع حصيلة قتل التنظيم في المواجهات الأخيرة إلى 50 قتيلا، إلا أن هذا لم يمنع الرجل من تجديد دعوته لأبناء المحافظة المنخرطين في صفوف التنظيم إلى تركه وتسليم أنفسهم. وأقول للعناصر الإرهابية يسلموا أنفسهم من أجل مصلحة حضرموت. وبالتزامن مع هذا كشفت قيادة الجيش بساحل حضرموت اعتزامها تقسيم المدينة إلى قطاعات سكنية وتشكيل لجان أمنية بداخلها تشرف على الحالة الأمنية في كل قطاع والرفع بتقاريرها إلى القيادة العسكرية. ويرى مراقبون أن هذا التوجه سيسهم في تعزيز دور الدعم المجتمعي للعملية الأمنية. من ضمن العمل اصلا الامني انه يكون هناك الى مربعات او الى قطاعات تقسيم المدينه او اي منطقه، هو في مصلحه العمل لانه هناك لازم تختصر المناطق والمربعات ويكون فيها مسؤوليه محدده مع اشراف مثلا غرفه عمليات مشكله واحده هي التي تشرف على المكان، وهذا من ضمن العمل التنظيمي. وتاتي هذه الخطوه في الوقت الذي يواصل قائد المنطقة العسكرية الثانية عقد المزيد من لقاءاته بزعماء ما يوصف بقبائل الطوق المحيطة بالمكلا لاستكمال بناء حزامها الأمني. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.